اول امبارح شفت النت بعمله كده وجن لغايتنا. السلام عليكم. الله يقويكم. قدامك اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. مهندس عبد العظيم شحاته محمد، رئيس قسم الارشاد الزراعي لاداره الحياه الزراعيه. بدايه اجمالي مساحه القط في محافظه شرقيه 48000 فدان. مساحه القط في المركز هي 652 فدان. احنا مرينا بالعديد من المراحل في زراعه القطن، من بدايه استلام البذره والزراعه ومراحله كلها، حتى وصلنا النهارده لمرحله الجني المحسن كجني اولى. المتوقع النهارده حسب العينات اللي عملناها النهارده 9 جنطات للفدان، وده بالنسبه للسنه اللي احنا فيها ديت انتاج كويس انتاج يعني ان شاء الله. احنا مرينا طبعا عملنا ندوات ارشاديه عديده للتوعيه المزارعين بأهمية القطن وازاي يشتغل عليه، والمعاملات الزراعية والمكافحة للآفات والحشرات والمكافحة للأمراض الفطرية بالنسبة لي. أنا مرودي، بصحى من النوم أخلص اللي ورايا ونيجي على الأرض هنا من الساعة 7 لعند الساعة 2 نشتغل بما يرضي الله. بقالنا في ناس بقالنا النهاردة أول يوم تنزل، في ناس بقالها أسبوع وماشية. كله على السبت. أنا بجمع. ولا هيزعل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم باشمهندس احمد غريب عبد القادر، مدير جمعيه كفر الشيخ الظواهري تتبع لمركز زيه. طبعا احنا بسم الله ما شاء الله بنجمع في الجامعه الاولى من القطن، والقطن حلو، وبنشد اخواتنا المزارعين ان هم طبعا نرجع لزراعه القطن تاني، لان طبعا يعتبر بالنسبه لنا الذهب الابيض زي ما بيقولوا. وبسم الله ما شاء الله القطن حلو، واحنا بنشد والدم نطول. وطبعا احنا عندنا مساحه يعني اكثر من 248000 فدان تقريبا، وبسم الله ما شاء الله الجماعه موجودين، وفي ناس بتجمع، وفي كل يوم جامع عندنا. يعني احنا يمكن في المركز عندنا مساحه كبيره جامعت حاليا دلوقتي، وبسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين القطن حلو والدنيا حلوه، ودايما يعني ان شاء الله عايزين ايه نشجع اخواتنا المزارعين، والحمد لله رب العالمين. يعني ايش مشيره دي؟ مشيره دي عسل.